بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الشباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نتكلم اليوم إن شاء الله بإذن الله عن مهارة من ضمن المهارات الأساسية والبسيطة في التعامل مع ووردبريس. المهارة دي يا جماعة كانت خاصة بما نسميه Screen Options. طيب هي مكانها فين بالظبط؟ تحت البار اللي من فوق ده يا جماعة على اليمين بتلاقي في حاجة اسمها Screen Options. لما بتضغط عليه بتلاقي ان البانل ده بيتفتح كده وبيحصل Work Extension وبيدي لك مجموعة من العناصر المختلفة. طيب خلينا نتفق على نقطة أساسية ان السكرين اوبشنز دي واحدة من ضمن الفيتشرز في ووردبريس مسؤولة عن انها تظهر او تخفي عناصر معينة في الشاشة. ده مش معناها ان العناصر دي هتتوقف عن الظهور، لا، انت بس كل الفكرة انك مش عايز تشوفها، ولو احتجت تشوفها بتعلم عليها صح او غلط. دي نقطة. تمام، النقطة الثانية ان السكرين اوبشنز ديت مش ثابتة، دي بتتغير من كاتيجوري لكاتيجوري تاني. يعني انا موجود دلوقتي مثلا في الداشبورد، علشان كده الاقي العناصر دي موجودة. يعني الاقي مثلا ايه، الاقي اد جلانس اللي هي تحت دي، لو انا شلتها الاقيها متشال. مثلا اكتيفيتي اللي هي تحت دي، لو انا شلتها الاقي البوكس بتاعها اتشال. الاقي الليكويد درافت اللي هي دي، لو انا شلتها الاقي البوكس اتشال. بعدين انا عندي ووردبريس بريس نيوز، لو انا شلتها البوكس اتشال. وبعدين الويلكم البانر اللي في النص ده انا عملت له ديسميس او شلت صح من عليه الاقي البانر ده اتشال. كده الاقي ان الداشبورد بتاعتي كلها فاضيه. اي حاجه انا عايز ارجعها تاني اعلم عليها صح، الامر يرجع لي انا ويرجع لي اختياري. دي النقطة أو دي الأدوات اللي بتديهاني السكرين أوبشنز. طيب لو أنا رحت مثلا سبت الداشبورد ورحت للبوستس مثلا، هلاقي إني فين؟ طيب السكرين أوبشنز أنت عارف دايما بتلاقيها هنا، بتضغط عليها تروح تفتح لك الكونتنت بتاعها. المرة دي الوضع مختلف، قال لك الكولمز. عندك ايه؟ عندك الاوثر، الاوثر ده المؤلف. انا عندي ما عنديش طبعا كومنتات، فعشان كده مش بعرف الكاتيجوري اللي اتحط فيها، التاج، الكومنتس، الديت، الحاجات دي. لو انا شلت الديت هلاقي ان اتشال الديت، الكومنتس اتشال الكومنتس، التاجز اتشالت التاجز، الكاتيجوريز، الاوثرز، كل الكلام ده بيتشال. لو انت عايزه ماشي ما في مشكله يكون موجود عادي جدا. يعني ان الجانب الثاني مثلا في الباجينيشن، موضوع الترقيم، اقصد يعني ايه الترقيم؟ اقصد يعني انا اظهر لك كام بوست في الصفحه الواحده، او بيقول لك نمبر اوف ايتمز بير بيج، او حتى بيقول لك بالايتمز عادي. يعني 20، يعني لو انت كنت عامل 20 بوست يظهروا هنا بعدين يجي البيج، يعني يجي الترقيم اللي هو ايه البوست رقم 21 يروح على البيج 2. فعشان انت تروح تشوفه لازم انت ترجع تحت وتضغط على صفحه رقم 2 علشان ايه، او نيكست بيج علشان يجي لك الكلام ده الصفحة التانية. الجانب التاني كان عندي الليست فيو والاكسرت. لو انا ضغطت مثلا على الاكسربت فيو ده وعملت ابلاي، هيغير لي فين في موضوع الفيو. يمكن يكون يعني الناس ما استنتجتش فرق جامد ما بين الاثنين، لاني انا اساسا ما عنديش بوستس. يعني انا ارجعها على الليست فيو مره ثانيه ونحاول ان شاء الله باذن الله. هي انا مثلا محتاجه بس حبه تجريب مثلا عند البيجز، ولو ضغطت على السكرين فيو هتلاقي في نقط مشتركه، لكن الوضع متغير شويه عند الكومنتات مثلا. ولو ضغطت على السكرين فيو، لا على السكرين اوبشنز اقصد، هتلاقي ان برضه في عناصر مشتركه. هي ديت نفس الفكر، يبقى بمنتهى البساطه السكرين اوبشنز دي بتخليك تعمل كنترول في ايه اللي انت عايزه يظهر من الشاشه او الحاجات اللي انت مش عايزها تظهر من الشاشه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.